اوكي شباب، اليوم راح نكمل الجزء اللي بقالنا من المحاضره مال البارحه. زين، اللي اتمنى ان انتم فهمتوها. اخذنا كم شغله بيسك، راجعنا مال الثالث لان مهمات بنينا عليهم، واخذنا الديزيزز مال الاس اي نوت ومال الاي في مال مال الاتريال سيلز. اليوم ان شاء الله راح نكمل الاي في نوت والبندلز اضافه الى الفنتريكولار سيلز. خوش، فأول موضوع راح نبدي به زين بالأي في نوت اللي هو الهارت بلوك. هذا هو أهم موضوع بالأي في نوت طبعاً، وصراحة أحلى موضوع يعني كل السهل زين. بس هذا البلوك اللي ممكن إنه يصير، وإنه هو أهم موضوع بالأي في نوت، هو ممكن يصير بالأس أي نوت، ممكن يصير لك بأي باندل زين. بالنسبة للهارت بلوك بشكل عام، بس إحنا بنبدي بالأي في نوت ثم اروح لك وين الى البندلز. اوكي، فاول شيء احنا راح نبدي بالاي في نوت والبلوك اللي راح يصير بيها زين. فالبلوك انت اصلا من راح يصير، هو ايش راح يسوي لك؟ الاكشن بوتنشال او الالكتريسيتي هي من راح تجي، راح يمنع انه هي تنتقل لك للجزء اللي وراها زين. فبالنسبه الى الاي في نود زين، هسه نسولف على الكاركترستكس مالتها. هم لي فوق، انا لي فوق خالي كاركترستكس مال البلوك كليته بشكل عام شلون حيكون. فهسه راح نعرف ان احنا من نسولف. قلنا اول شيء البلوك الموجود بالاي في نود، تمام. البلوك مو دائما راح يكون كومبليت، البلوك راح يكون اون ديفرنت تايبس زين. فعندنا الفيرست ديجري والسكند ديجري والثيرد ديجري. انت كل ما يعني الفيرست وان اللي هو الموست بيناين وان، ومن ثم السكند، ومن ثم الثيرد. الثيرد اللي هو الكومبليت هارت بلوك زين. فاول بلوك راح يصير عندنا بالاي في نود زين، اللي هو الفيرست ديجري. هنا ايش راح يصير عندك؟ الاس اي نود اعطتك امبلس، الامبلس مشت وصلت لك الى الاي في نود بسلام. من وصلت لك الى الاي في نود قبل، والمفروض شنو شغله الاي في نود؟ شغله انه هي تبطئ لك الالكتريسيتي جزء من الثانيه قبل ما تنتقل لك وين؟ الى البندل اوفيس، كمل لك على الفنتريكلز. هنا هي سوت، هي هذا الديلي التاخير اللي دا يصير زياده الكيه نتيجه فد دراج او فد ديزيز معين زين. فهنا البيشنت انت من تسوي له اي سي جي ايش راح يشوف؟ هسه هذا من تباع عليه تقول لي هذا ما بي شيء، لان انا من دابا دا اشوف هذه البي ويف وراها جه شنو؟ عندك الكيو ار اس نورمال والتي فهو ريجولار، الريذم مالته ريجولار، تقدر كل شيء تشوفه انه هو طبيعي. بس اكو شغله واحده مو طبيعيه اللي هي شنو؟ اللي هي البي ار انترفال. دا تلاحظون ايش قد المسافه كبيره ما بين البي والكيو ار اس التاب على هاي البي زين؟ اكو مسافه كلش كبيره اللي هي المفروض البي ار انترفال هي من بدايه البي ويف الى حد بدايه الار ويف زين. وهم ما يقولون بدايه الكيو، لان احنا مو كل الليدات عندنا الكيو تبين، بس كل الليدات عندنا الار، فيعتمدون هم على الار زين، يسموها بي ار. فاحنا المفروض نعرف الديوريشن مالتها تقريبا 5 6 سمول سكويرز هيك شيء، او ممكن اقل اصلا. فهذه انت من حتشوفها؟ راح تشوفها عابره. هسه بقى هنا ايش كاتب لك؟ كاتب لك انه هذا فيرست ديجري هارت بلوك. ليش؟ كل شيء نورمال عدا البي ار انترفال، صارت اكثر من ايش قد؟ من 20 سكند، او بوينت طبعا 20 سكند زين. ف الكاركترستكس مال الاي في بلوك اللي هو شنو؟ انكريز بالبي ار انترفال. طبعا ايش قال لك؟ قال لك انترفال، ما قال لك سيجمنت. السيجمنت قصده شنو؟ من نهايه البي ويف لبدايه الار ويف، بينما من يقول لك انترفال اللي هي من بدايه البي ويف الى حد شنو؟ زين؟ بدايه الار ويف، زين؟ اكو فرق ما بيناتهم. لان من قال لك بي ار سيجمنت اللي هو هذا فقط الوقت اللي الالكتريسيتي موجوده وين؟ بالاي في نود. بينما من يقول لك بي ار انترفال قصده الالكتريسيتي اللي اول ما بدات بالاس اي نود واخذت هذا الوقت كليته ولحد ما وصلت الاي في نود، من ضمنهن الوقت اللي قضته هناك زين. فالشغله الوحيده اللي راح تشوفها اللي هو هذا البرولونجيشن زين. هذا البرولونجيشن راح يبقى كونسيستنت لو راح يتغير؟ لا،
الميزه البي انه راح يبقى كونسيستنت، وهاي كلش مهمه تخلوها ببالكم. اول ما تشوفون بي ار انترفال زايده زين صايره اكثر من 0.20 سكند زين، فهذا وكونسيستنت ما تغيرت، فهذا شنو؟ هذا اي في بلوك فيرست ديجري. تمام، هذا اول واحد. ها وقلنا هو هذا الاقل واحد انت تخاف من عنده، ويوجوال البيشنت اسيمتوماتيك باعولي. هذا هنا يقول لك البلوك دي يصير بالاي في نود، وهو بأشر لك وحاسب لك البي ار انترفال من بدايه البي ويف الى حد بدايه الار ويف. زين، فاذا تشوفها دائما هي 0.26 0.26 0.26 على طول ستريب، يعني هذا شنو؟ يعني هذه نورمال، اللي هي قصدي هي هذا الفيرست ديجري اي في بلوك باع مثل ما قلت لكم اكثر من ايش قد؟ من 5 سمول سكويرز. تمام؟ خوش، هذا اول واحد، فشيء سهل وبسيط. السكند ديجري هارت بلوك فرق عن الاول انه هذا بروجريسيف مو كونسيستنت، يعني اذا كان كونسيستنت هذا فيرست ديجري، السكند ديجري يكون بروجريسيف. زين، هو بكل انواع بروجريسيف؟ لا، اكو نوع بروجريسيف ونوع لا. خلينا نشوف شنو النبع. الموبتس تايب 1 من السكند ديجري هارت بلوك يسموه الموبتس، زين؟ اللي هو الوينخ باخ، زين؟ ايش يسموه؟ فينومينا. هنا شنو عندك؟ بروجريسيف بي ار انترفال او سيجمنت، شنو؟ الونجيشن او يعني يزيد الوقت مالتها. زين، هذا البرولونجيشن يعني حيظل يزيد يزيد يزيد، يعني البيشنت ممكن انه يموت؟ لا، هو ايش راح يصير عندك؟ يزيد 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 لحد ما يصير دروب، يجيك بي بس ما تعطيك كيو ار اس، يعني الاس اي نود تعطي امبلس بس الاي في نود ما تعبرها على مود يصير لك كونتراكشن. تمام؟ فيصير عندك اسكيب بيت ومن ثم يرجع مرتلوخ. زين؟ بينما التايب الثاني ايش راح يصير عندك؟ هنا لا، هنا البي ار انترفال هي ما متاثره، ما يصير عندك برولونجيشن بيها. زين؟ بس شو يصير عندك؟ على غفله صار عندك escape beat ومن ثم رجع كمل. زين؟ اوكي؟ خلي شوفن هنا باعوا. هسه هذا الموبتس تايب 1 اللي قلنا شنو هو؟ ال PR interval تزيد شنو؟ شويه شويه ومن ثم صار عندك دروب بوحده من عندهم. زين؟ انطتك بي بس شنو؟ ما نطاك QRS، يعني الاس اي نود سوت انطتك electricity بس الاي في نود ما عبرتها. زين، فاحنا نعتمد طبعا على البي ار انترفال لان هي ريفلكت للاي في نود، فراح نشوفها انه بروجريسيف 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 وراح يصير عندك دروب. فهسه الفيرست ديجري كونسيستنت، السكند ديجري التايب 1 بروجريسيف ويصير بي دروب. زين، السكند ديجري الموبس تايب 2 مو التايب 1 هنا شنو؟ كله كونسيستنت كونسيستنت كونسيستنت، على غفله صار بلوك وراها رجع كونسيستنت وهكذا. اللي هو باع لهذا هنا البي ار انترفال هل قد مثلا اربع، شوف ايش قد هنا. زين، نفسها بالبي لوخ والكيو ار اس لوخ، نفسها بالامبلس لوخ مدى تطول، بس على غفله جي تي بي بس ماكو وراها كيو ار اس. هذا شنو؟ هذا الموبتس تايب 2 النان وينخ باخ. تمام، اللي هو ممكن يكون البلوك يا اما بالليفل مال باندل اوف هيتس، يعني يا اما بالليفل انه التو الرايت والليفت باندلز اثنيناتهم مضروبه. زين، والليفت باندل طبعا هي بها انتيرير وبوستيرير باندل تنقسم بعد، او فيصير دامج بهم ثلاثتين يسموه التراي فاسيكيولار. زين، فالفكره انه كل اللي يصير به بلوك على خلال لحظه وراها يرجع يوصل لك. زين، فهذا التايب 1 والتايب 2. هسه هذا اذا اتباعه بس بدون لا تقرا الاسم، بس ركز وياي. نشوف اول واحد عندنا بي كيو ار اس تي. زين، وراها جينا على الاخ بي، وراها صار عندك مسافه، اوكي صار الونجيشن كيو ار اس تي، وراها بي زاد صار ببرولونجيشن اكثر، وراها صار عندك دروب. هذا شنو هو؟ قلنا بروجريسيف بودروب، هذا التايب 1 اللي هو الموبس تايب 1 من السكند ديجري. تباع الجو. زين، عندك شنو؟ عندك كيو ار اس، طبعا هذا اول واحد من بين البي مالته. زين، وش دي يصير عندك؟ بي ماكو كيو ار اس، بي ماكو كيو ار اس، وراها بي صار عندك كيو ار اس. يعني هنا يكون عدد البي ويفز اكثر من شنو؟ اكثر من الكيو ار اس كومبلكس.
زين، وهم راح يسموه على هذه الوضعيه. يعني اذا قلت له هو تايب 2 يقول لك اي، يعني يا هو نوع من عندهم التايب 2. المهابه من تباعه تقول له 3 تو 1، يعني كل 3 بي ويفز راح تحصل 1 كي ويف. اذا كان كل 2 حصلت واحد تقول له 2 تو 1 او 4 تو 1. تمام، فهذا هو الموبيتس تايب 2. الثيرد ديجري اللي هو الكومبليت هارت بلوك. زين هذا شلون راح تعرفه؟ يعني هو كومبليت هارت بلوك والبيشنت جاك ليش كم المشكله. زين من حسوي له التخطيط ايش راح اسوي هسه بقى لهذا؟ نبدي من اليسرى، عندك بي ويف وراها كيو ار اس وراها تي وراها بي ويف. زين وراها وين؟ يلا جت لي كيو ار اس وراها بي ويف بنص تي ويف وراها بي ويف وها كيو ار اس. زين هنا اللي دي يصير شنو؟ انه دي يصير عندك تو ريتس، اتريال ريت واحد وفنتريكولار ريت واحد. احنا مو نعرف انه احنا عندنا 3 بيس ميكرز، الاس اي نود والاي في نود والبركنجي فايبرز. زين من حيصير عندك بلوك بالاي في نود تقوم الاتريا لها علاقه فقط بالاس اي نود، شوف الاس اي نود ايش قد تطلع. زين والفنتريكل عم انت تعيش من حيشتغل؟ راح تشتغل البركنجي فايبرز عم تسوي لك كونتراكشن تعطيك ريت من 20 الى 40 بالدقيقه. فهسه هنا اذا قال لك احسب لي الريت تقول له ذير از تو ريتس، تشوف البي المسافه ما بين البي ايش قد وتقص، وقلنا 300 على عدد على هذا العدد، وتشوف الار ار انترفال ايش قد وهم يعني 300 على العدد للطلعه. فيكون عندك فنتريكولار ريت ويكون عندك شنو؟ اتريال ريت واحد. زين كله بسبب شنو؟ بسبب انه الاي في نود صار بها بلوك، فصار كل واحدة تشتغل واحد بدل ما كانوا كلهم قطعة واحدة وكانوا سينكرونايزد. تمام؟ اكو احد هنا هسه هذا الكل سالفته، اكو شيء صعب بالبلوكس بالاي في نود؟ اوكي تمام زين ان شاء الله خير. فهسه احنا سوينا ها بقى هذا هنا P wave وراها PR interval كبيرة ومن ثم QRS وراها T مالتها، أصلاً هو هذا مو T هذا ال P وراها P وراها QRS وراها P P QRS P P. زين فهذا من تشوفه هيك مخربطة فهذا third degree heart block complete. زين بس إحنا سوينا كملنا البلوك اللي دي يجي لك وين؟ بالليفل مال AV node اللي هو أسهل واحد وأحلى واحد. زين نجي للبلوكس اللي ده صير عندك وين؟ بالليفت يعني بندل وبالرايت بندل. تمام هنا شوي هاي الرادلة تريك فركزوا وياي. زين فاول شيء خلي نرجع لهاي الصوره بالبدايه لان راح نحتاجها. زين اللي هي هنا بقى علي من يصير عندك بلوك وين؟ خلينا نبدا بالرايت بالاول. زين صار عندك بلوك بهذا الليفل. زين صار عندك بلوك بهذا الليفل. اوكي احنا الطبيعي ايش نعرف؟ انه الامبلس تنزل لك منين؟ من الاي في نود للبندل اوف هيس وراها للتو بندلز. تمام الرايت بندل راح يطي لك للسبتم؟ لا، منو حيطي لك؟ راح يطي لك الليفت. الليفت هنا صاير الليفت. تمام زين فالليفت هنا هي ما بيها شيء مثل ما نسولف. زين فالالكتريسيتي اللي راح تعطيها وين حيكون اتجاهها؟ راح يكون بهذا الاتجاه مثل ما عرفنا البارحه، لان هي بالانفيريور بارت مال السبتم اون ذا رايت، فالالكتريسيتي تطلع لك وين؟ سوبيريور ولاترال اذا تحسب انه هاي جهه ميديال. زين اور تو ذا ليفت. خوش فهذا الاتجاه مال الالكتريسيتي. زين انت من تريد تباع على البندل بلوكس، زين على منو راح تعتمد؟ تعتمد على الالكترودز اللي تباع لك وين؟ ده تباع لك بالترانسفيرس، هيك تباع قبل عليها اللي هن من ال V1 لل V6. زين واللي احنا المفروض وين نعرف المحطوطه؟ ال V1 بالفورث رايت انتركوسترال سبيس، السكند بالليفت، ومن ثم الفورث تيجي وراها بالميد اكزيلري لاين. زين ميد كلافيكولار بالسكس يعني فيث انتركوسترال سبيس ميد كلافيكولار. الثيرد ليش عبرناها؟ لان من الشكل ذني الثيرد راح تقعد بيناتهم ما بين السكند والفورث، ومن ثم الفيف راح تجيك وين؟ بالانتيريور اكزيلاري لاين، ومن ثم
هذا الفيفث ومن ثم السكند كليتهم بنفس الانتركوستيرال سبيس وين بس من اكزيلري. فعندك الفي 1 والفي 2 يولا تقريبا يباعوا لك على الرايت سايد وعلى السبتوم، وبينما الفي 6 تباع لك على اللاترال سايد مال الهارت. فاحنا من نريد نعتمد او نباع او نسوي دايجنوزز انه هذا الشخص عنده بندل برانش بلوك، نعتمد على الفي 1 وعلى الفي 6 اكثر شيء. زين، فهسه من الحكي مالتنا نفتهم انه الفي 1 هنا أنا موجوده، زين، ما بينما الفي 6 موجوده لي بهذا الاتجاه. زين، اوكي تمام. هسه نبدي شو نسوي؟ نبدي نترجم الالكتريسيتي اللي تصير، ها والتكمله مال الالكتريسيتي ما كملناها قبل لا نترجم. وراها شو راح يصير عندك؟ راح يصير عندك الكتريسيتي انت بهذا الاتجاه، ومن ثم عندك مال البيس. من هسه مال البيس ما راح تقدر تسوي لها ديتكشن بالفي من الفي 1 للفي 6 بذني الالكترودز. زين، فذني لا تعتمد عليهم، راح تعتمد على شغلتين، الالكتريسيتي بالسبتم والالكتريسيتي اللي تتكون لك بالايبكس. زين، وبقيه الوول. تمام، خش. هم من يجون يترجمونا، زين، على مود احنا لندوخ هسه مثل ما شوي ممكن دختوا باتجاه الالكتريسيتي مال السبتم، بس شو يقولون؟ يقولون هنا الالكتريسيتي ايش تسوي لك؟ ده تروح لك من الليفت للرايت، ما يقولون لك طالعت لك لي فوق ما ادري شنو، هي صح اتجاهها شويه رايح باتجاه منه الرايت سايد، زين، وماخذه زاويه، بس هم شو يقولون لك؟ يسهلوا لك اياها، يقول لك جهتك هي من الليفت للرايت. زين، فاذا هي اذا نجي هسه نمسح هذا، زين، وهي جايت لك بهذا الاتجاه، لا هذا جايت لك هي بهذا الاتجاه. اذا هي جايه شنو؟ باتجاه ال V1. فهذا ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك بوزيتيف ديفليكشن وين؟ بال V1. زين، بالنسبه لل V6 لا، هذا راح يسوي لك نيجاتيف ديفليكشن. اوكي؟ تمام لحد الان؟ تمام، هاي كلش سهله. زين، نجي وراها على الالكتريسيتي اللي موجوده صارت لك بالايبكس. زين؟ هذه طبعا اني ما خال الفي 1 والفي 2 باتجاه كل صحيح، بس هي نورمالي تكون باتجاه الفي 6 وعكس الفي 1. فهذا ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك نيجاتيف ديفلكشن بالفي 1، بس شنو؟ بس يسوي لك بوزيتيف ديفلكشن بالفي 6. حلو؟ صعب؟ مو صعب. زين؟ وراها ايش راح يصير عندك؟ زين، انت هسه تفكر انه هاي الالكتريسيتي تمشي لك بالليفت بندل، زين، والرايت بندل والرايت سايد حيصير بي كونتراكشن؟ لا لا، اقول لك اي يصير بي كونتراكشن. ليش؟ لان الالكتريسيتي ورا ما راح تطلع من الليفت بندل راح تروح وين؟ للسيلز، عم تسوي لها كونتراكشن، والسيلز هي شبيهه كونكتد ويحده ويلخ بالجنكشنز. زين، فالاكشن بوتنشال والالكتريسيتي تنتقل لك من شنو؟ من سيل لسيل. ف بما انه هي الالكتريسيتي كانت تمشي بالمندل وبسبشلايت سيل، فاول شغله ها وحتكون سريعه، فاول شغله صار عندك انه الالكترود حسها، وراها الوقت الالكتريسيتي اللي تمشي لك بالسيلز اللي وين حتروح؟ راح تروح لك باتجاه الرايت. زين؟ حلو؟ ليش باتجاه الرايت؟ لان الالكتريسيتي هي ايش سوت لك؟ هي جت هيك وصعدها راحت لك للليفت سايد، بس هي المفروض ترجع لك باتجاه الرايت سايد على مود شنو؟ تغذي لك الرايت سايد كليته. زين، فهذا ايش راح يسوي لك؟ بما ان الالكتريسيتي رايحت لك باتجاه الفي 1، فايش راح يعطيك؟ راح يعطيك بوزيتيف ديفلكشن وين؟ بالفي 1، بينما راح يعطيك نيجاتيف ديفلكشن بالفي 6. تمام، فالشكل اللي راح يصير عندك اللي هو اذا تريد انت يعني تحفظه على مود السهوله، زين، اللي هو شرح يكون حرف M وين؟ بالV1، وحرف W بالV6. على مود تريد أنت تحفظها كنيمونيك هو كبسيط، خلي كلمة مورو، زين، قدامك M O R R O W. زين، ليش مورو؟ الM باعتبارها V1، الW باعتبارها V2، والR اللي هي البلوك اللي دي يصير وين عندك؟ بالرايت سايد. تمام، فهنا الشخص انت من راح تيجي تباع عليه ايش راح تلقى؟ راح تلقى هذا الشكل بالفي 1 والدبليو الشكل الاخر بالفي 6، اللي هو شلون راح يرمزوا له؟ راح يرمزوا له هنا ار سمول
S capital ومن ثم R capital prime. زين خلينا نشوف ليش هيجي وصفه باء. هنا احنا عندنا شنو؟ عندنا two upward deflection اللي هن ال R. زين واحدة أكبر من الأخ، الصغيرة يخلوا لها small والكبيرة يخلوا لها large. زين منو اللي جتي أول؟ يميزوها بالبرايم. البرايم يعني اللي جتي الثاني. بالنص أكو negative deflection، بما أنه هذا negative deflection جاي لك وراء ال R إذن هذا S، لو جاي لك قبل ال R هذا Q. زين إذا تجي على ال V6 راح يكون بالعكس، تمام؟ عكس هذا الشيء، بس أنت ما مطالب به، المطالب بال R small S capital R prime اللي موجودة وين؟ موجودة بال V1، تمام؟ زين هذا أنت المفروض هسه تفكر وتقول لي أوكي هذا المفروض شو يسوي لي؟ يسوي لي widening بال QRS. أقول لك صحيح. حتقول لي ليش؟ المفروض تجاوبني، تجاوبني صحيح. ليش؟ لأن الإلكتريسيتي إيش يصير بيها؟ مدى تمشي لك بالبوركينجي سيلز؟ وين تمشي لك؟ تمشي لك بالفنتريكيلر سيلز. هذا شو راح يسوي لك؟ بما أنه هي أصلاً مو سبيشاليز سيل، فراح تحتاج وقت إلى ما تنتقل ويصير عندك وايدنينج شوية وين؟ بالرسم، ما يكون كلش ستيب. زين؟ فهذا هو الرايت بندل برانش بلوك، تمام؟ فخلي نرجع الى السلايد اللي كنا بنسولف بيه على مود الرايت باندل برانش بلوك، نشوف شنو اللي نسيناه. زين اللي هو هنا باع شو يقول لك؟ يقول لك اللي كيو ار اس اكثر من زيد 0.12 اللي هي زيد 3 سمول سكويرز، يعني شنو؟ صار الديوريشن مالتها زايده فوق ال 110 ملي سكند، اكثر من 0.2 سكند أو 0.12 أقصد. زين يقول لك أكو برود S وين؟ بالليد 1 وبالV6 سولفنا عليها استونا إحنا اللي هو هذا النيجاتيف اللي يصير الكبير. زين تي ويف انفيرجن فشي بسيط، بس أهم شيء تعرف لي ثلاث شغلات. الـ QRS دي يصير بها widening فالتايمينج مالتها دي يزيد. الـ RSR shape اللي هو يشبه حرف الM وين؟ بالV1. عكس ال W اللي دي يصير عندك وين؟ دي يصير عندك بال V6. زين ويكون عندك S wave وين؟ بال V1. زين هاي ال S wave هي شنية؟ زين ليش دي يصير عندك بال V1؟ نفس الفكرة مال ال شي يسمونه اللي هسه احنا سالفناها، انه ال R wave من دا تجي ال electricity من دا تجي عبد الغذي لك ال right side، والليد 1 اللي هو يباع لك بدرجه 90 يعني من اللاترال سايد مال هارت اللي هو درجه 90، بما انه هو نازل لك بهذا الاتجاه فراح يمشي عكس الليد فراح يعطيك اس ويف اللي هو نيجاتيف ديفلكشن. زين كلش فشي بسيط، بس انتم ايش ممكن شو تلاحظون؟ تقولوا لي اوكي احنا افتهمنا عليك هاي وسالفه سهله، بس مرات تقول نلقى يعني اشكال مختلفه. يعني على سبيل المثال باعوا لي هذا شلون صاير هنا الشكل بالV6 يختلف عن اللي سالفنا احنا هناك. زين بس ال V1 نفسه اللي هو باع R small ومن ثم S ومن ثم R capital. زين هذا ليش؟ هذا يعتمد لك على البوزيشننج مال البيشنت، ال شو يسمونه الثيكنس مال الوول، الليد انت خاله صح لو لا. زين لان انت بس تحركه راح تحصل على قراءه مختلفه. احنا كنا نسولف بالايديال. زين فممكن تلقى مالتيبل فورمز زين حسب الكونديشن والبوزيشن مال البيشنت ديورينج ريكوردينج الاي سي جي. زين فهسه هذا من يتباع؟ باع هو شو ما يشير لك على الاشياء المهمه. ار اس ار برايم وين؟ بال في 1. ايش عندك؟ عندك اس ويف اللي هسه هاي فوق رسمناها بالضبط احنا. زين وين؟ بال في 6. بالليد 1 هم عندك اس ويف. هذين ثلاث شغلات خلونا ببالكم. اوكي؟ فهذا كان كل شيء متعلق بالرايت بندل برانش بلوك. وصلت شباب؟ لو اكو شيء صعب يحتاج اعيده. اوكي الحمد لله كل زين. زين هنا هذا من تيجي تباع نفس السالفنا عليه ار اس ار برايم سمول ار بعدين اس ومن ثم كابيتال ار الار كبيره تي ويف انفيرجن عندك. زين من صار عندك البلوك وين؟ بالفي 1. هذا هو الرايت بندل برانش بلوك. زين بالنسبه للليفت بندل برانش بلوك نرجع وين؟ نرجع لل
الصورة هذه نفسها على مود نكمل شرح عليها. زين هسه انت وين عندك البلوك صار؟ وين صار؟ هنا باع وين قبل ما يصير بيها بايفوركيشن، هنا الكومبليت احنا نسالف عليه. زين الكتريسيتي جت من الاس اي نود اي في نود باندل اوف هيس انقسمت لك وصلت لك للليت لقيتها مسدود ومغروب بالرايت مشت. زين الرايت هنا راح يغذي لك السبتم ولا ما راح يغذي؟ لا هو ما راح يغذي. فالكتريسيتي مالته منين راح تيجي؟ اول ما الشيث يروح من الرايت باندل ويبدي يغذي لك من هناك الالكتريسيتي راح تطلع لك وترجع لك باتجاه السبتم. زين عن طريق منه؟ من خلال الفنتريكولار سيلز. ليش؟ لان قلنا هم بيناتهم جانكشنز وينتقل بها الاكشن بوتنشال والالكتريسيتي. فهنا راح يكون اتجاهها هيك الالكتريسيتي. زين بس هم للسهوله شو يقول لك؟ يقول لك هي جايت لك من الرايت للليفت. تمام؟ يقول لك جايتك من الرايت للليفت. فاذا الفي 1 هنا والفي 6 هنا، زين؟ وصار عندك هاي الالكتريسيتي جتك من الليفت راح من الرايت راحت لك للليفت. بما انه هي رايحه باتجاه الفي 6 فراح يكون عندك بوزيتيف ديفلكشن. بالفي 1 ايش راح يكون عندك؟ راح يكون عندك نيجاتيف ديفلكشن. تمام؟ فهنا صار عندك بوزيتيف وهنا نيجاتيف. زين وراها الالكتريسيتي راح تكون بهذا الاتجاه. زين بس شلون راح تكون؟ راح تكون مايله باتجاه الرايت سايد اكثر من الليفت سايد. يعني انا ايش احاول اقول لكم؟ احاول اقول لكم انه هي مايله باتجاه الفي 1 اكثر من الفي 6. فبما انه هي شو يسمونه مايله باتجاه الفي 1 اكثر من اتجاه الفي 6، المفروض يكون عندنا شنو؟ بوزيتيف ديفلكشن. بس اللي راح يصير العكس، اللي هو شنو؟ انه النيجاتيف ديفلكشن يستمر ومن ثم ترجع تصعد. فشي يصير عندك؟ يصير عندك هيك مثل جاب. زين بس بالعكس. ليش؟ لان اكو فاريشن بالشيبس. او انا قلت لك المفروض انه شي يصير عندك تنعكس. زين يعني المفروض بحاله طبيعيه قلنا هو نيجاتيف ومن ثم يصير عندك بوزيتيف لان هي جايه وين؟ باتجاه منو؟ الفي 1. وهنا ايش راح يصير عندك؟ يصير عندك نيجاتيف. تمام؟ ورا الالكتريسيتي راح ترجع لك بهذا الاتجاه، راح تكون باتجاه الفي 6. فالمفروض شو يصير عندك؟ تنعكس الايه، يصير شنو؟ يصير عندك الام شيب وين؟ بالفي 6. بس الدبليو شيب وين؟ راح يكون عندك بالفي 1. زين؟ بس اكو فاريشنز. زين؟ يصير عندك هذا الشكل، هذا الجاب اللي هو لا كيو ولا اس. شي يسموه؟ يسموه الكيو اس ويف، لان هي ماكو ار ويف عم تتحدد لك هل هو كيو لو اكو اس. تمام؟ بس السبب ليش هيك اذا تصير صراحه ما عرفت، يعني بهاي عذروني. فبس هو المفروض تكون على شكل دبليو وذيك تكون على شكل ام. تمام؟ فهنا اللي الشكل المفروض اللي يصير شنو؟ يكون عندك اس ار اس. زين؟ ذاك شلون عندك ار اس ار؟ هنا اس ار اس. زين؟ فاذا تريدون تحفظوها شلون راح تحفظوها؟ بمصطلح ويليام. ويليام اقصد. زين؟ ليش؟ الدبليو مال في 1، الام مال في 6، والال اللي بالوسط اللي هي مال شنو؟ مال الليفت باندل برانش بلوك. زين؟ هنا شنو ممكن انه يصير عندك؟ يصير عندك نفس اللي صار وين؟ بالرايت باندل، انه الكيو ار اس التايم مالتها زاد. زين؟ صار بيها وايدنينج. حلو؟ فهذا اللي يصير عندك من يصير عندك شنو؟ ليفت باندل برانش بلوك. زين؟ خلينا نشوف شنو اللي احنا ممكن ناسي وما سالفنا عليه. ها، هذا هو الليفت باندل برانش بلوك. الكيو ار اس زادت. زين؟ وشفنا عندنا برود ار. زين؟ هنا أنا بقى هذا الشكل ايش راسم لك هو؟ راسم لك هذا الكيو اس ويف. زين؟ اللي سالفنا هنا عليها. ها، اكو شغله جدا مهمه انه انت المفروض اول شغله تلاحظها. طبعا المفروض كان اقول لكم من البدايه بس راح من بالي هسه سالفكم عليها. شفتوا هسه احنا من سالفنا قبل شويه انه السبتم شلون راح يصير؟ زين؟ الكتريسيتي بي و بعدين الايبكس وشلون راح تنتشر الكتريسيتي.
واللي هو المفروض انه بالفي 1 هنا، اوكي هنا الفي 6، اوكي هنا المفروض قلنا شو يصير بالفي 1؟ المفروض قلنا يصير عندك بوزيتيف ومن ثم ديب نيجاتيف، زين هذه الحاله الطبيعيه. بينما بالفي 6 نيجاتيف ومن ثم بوزيتيف عالي، زين انت من تتحول من الفي 1 للفي 6 تتحول القراءات عندك، زين يعني شلون؟ يعني تباع انت من جهات مختلفه، حلو، فالاتجاه مال الليد مختلف، فالالكتريستي راح تمشي باتجاه مختلف. فانت كل ما تقترب من الفي 6 الار شي يبدي يصير عندك، يبدي يكبر، والاس تبدي تظهر. يعني الفي 2 راح يكون شنو؟ راح تكون الار اكبر والاس اصغر، زين مثلا هذا الفي 2، اوكي هذا الفي 2، الفي 3 زين، والفي 4 راح تكون بيها الار بقد الاس اثنيناتهم. من تشوف الار بقد الاس يعني انت حاليا دا تباع على السبتم، اوكي وراها هذا البروجريشن راح يظل مستمر. فبالفي 5 والفي 6 ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك النيجاتيف اللي هي الكيو والار اللي هي الكبيره، زين. فهذا شيء يسموه الار الار ويف بروجريشن من الفي 1 للفي 6. اذا تريد تعرفه هو نورمال شوفه عن طريق هذا الشيء. ليش بس تو ويفز؟ لان عندنا فقط السبتم والايبكس، البيس احنا ما اعتمدنا عليها، زين، والتخالهم تتباع بهذا الاتجاه، زين، فيبدي لك الار شويه شويه تكبر والاس شويه شويه تصغر، زين، لحد ما تبين لك الكيو ويبين لك الار. فشي يقول لك اذا سمعت مصطلح يقول لك انت تلقى بالفي ليدز اللي هي تشست ليدز تلقى يا اما ار اس يا اما كيو ار اللي هو هذا، هذا شنو؟ ار اس وهذا هو الكيو ار. ما راح تلقى فت كومبلكس كامل يشملهم ثلاثتهم الا اذا كان شنو؟ الا اذا كان عندك ديفورميتي مثل ما هسه سالفنا احنا بالليفت وبالرايت بندل برانش بلوك، زين. فبالليفت بندل برانش بلوك ونتيجه اختلاف القراءه مال ليدز الكيو ويف راح تروح، زين، وين؟ من الفي 5 ومن الفي 6 اللي هي هاي نورمالي المفروض تكون موجوده. لان اذا تتذكرون عندنا كيو ويف باثولوجيكال وين كانت عندنا بالام اي من سولفت لكم عليها، من المكان يصير فايبرس ويقوم يباع على الالكتريسيتي مال الوول اللي وراها، وحسب القراءة مالته راح يصير عنده شنو؟ يصير عنده كي ويف بيرمننت. هاي أصلا تكون عندك هي نورمالي موجودة الكي ويف بالفي 5 والفي 6. فمن تروح أعرف أنه أنت عندك ليفت بندل برانش بلوك. فهسه الوايدنينج بالكيو ار اس، الابسنس مال الكي ويف، زين، يكون عندك الاس ار اس أو الكيو اس ويف بالفي 1 اللي هي تكون دبليو، والام ويف اللي هي الشيب وين تكون عندك بالفي 6، اوكي هذني. وتشوف ممكن اس تي سيجمنت ديبرشن، ممكن اليفيشن، تي ويف انفرجن، بس ذني الاشياء الرئيسيه اللي راح تخليك تميز انه هذا هو ليفت بندل برانش بلوك. تمام شباب، ليفت بندل برانش بلوك خلاص. احد عنده سؤال؟ اكو فد شيء صعب ما فهمتوه؟ اوكي تمام كلش جميل زين. هذا هنا اذا تباع عليه باع بس باع الفي 1 مثل ما طلعناه قبل شويه. شنو عندك؟ صار عندك شو يسمونه بالهذا؟ لا مو مثل ما طلعناه، هذا الكيو، تمام، هذا الكيو بالعكس، زين، هذا الكيو اس شفته هنا، هنا من تباع عليه زين ماكو الكيو ويف لا بالفي 6 ولا بالفي 5، زين. وده شوف عندك widening when they say بالperiod مال منو؟ مال QRS complex. فهذا left bundle branch block. باعوا عندك S wave همينة هنا، بس هي مو ذاك الindication المهم اللي تقدر تميز بينه. يعني صار عندك بالرايت همينة. ممكن انه شي يصير عندك؟ يصير عندك block وين؟ بالفاسيكيلس اللي هي مو قلنا left side ينقسم لك anterior posterior، زين. فإذا كان عندك anterior block، زين، اللي هي وين رايحت لك؟ رايحت لك يعني لي قدام، فما راح يصير بها بلوك. من اللي حيصير ياخذ الدومينانت كالكتريسيتي اللي هي البوستيرير اللي رايحت لك باتجاه الليفت سايد، فالاكسس مالتك ما راح يكون طبيعي، راح يروح لك الليفت شويونه، زين. ليش؟ لان الكتريسيتي هاي صار بهذا الجزء صار بي بلوك، وذاك الجزء هو اللي صار الدومينانت، فالمحصله راح تروح باتجاهها.
بينما اذا صار بذيك بلوك وهذه بقت راح يصير عندك رايت اكسس ديفيشن. هذا كل الاشياء اللي ممكن انت يعني مطلوبه منكم تعرفوها، لان هو الموضوع شويه ديب. تمام، حلو. فهسه احنا سوينا كملنا البلوكس، سواء اي في نوت، سواء رايت باندل برانش بلوك، ليفت باندل برانش بلوك، واخذنا ملاحظتين بسيطه. اذا كان انتيرير صار بها بلوك فراح يصير عندك شنو؟ ليفت اكسس ديفيشن. بينما اذا كانت البوستير راح يصير عندك رايت اكسس ديفيشن. تمام، زين. هسه ها اوكي شباب، احد عنده سؤال تحتاجون اعيد في الشغله؟ اوكي الحمد لله، كلش الحمد لله. زين هسه نجي وين نسولف؟ نسولف بالفنتريكولار ارذمين، تاكي كارديا وتاكي ارذمين، بني الشغلتين. باو، نبدي اول شغله وين؟ بالفنتريكولار تاكي كارديا. هنا الكوز مالتها شنو راح يكون؟ هل هو مالتي فوساي؟ زين، مالتيبل فوساي يسوي لك فايرنج لو هو سيركت. على الاغلب يكون سبب السيركت وين؟ اذا كان تاكي كارديا. ليش؟ لان اذا كان مالتيبل فوساي وكل وحده يعني شيء يسمونه تطرح لك من جهه، ممكن اثنين بنفس اللحظه، ممكن واحد من عندهم فارق جزء من الثاني، هذا شو راح يسوي لك؟ يروح لك باتجاه الفبريليشن اكثر من اتجاه التاكي كارديا. ليش؟ يعني السيركت شنو؟ عباره عن سيركل. زين، ففاتت الالكتريسيتي سوت لك كونتراكشن وافترت ورجعت لك سوت لك كونتراكشن. بس شنو هذا الكونتراكشن؟ راح يكون سريع وراح يكون بزار الشيب مالته. زين ليش بزار؟ لان شنو؟ الالكتريسيتي ده تتولد او ده تفتر او ده تجيك من طريق شنو؟ هو مو النورمال اللي احنا متعلمين عليه واللي احنا ده ندرسه. زين، اللي هو بالبندل وتمشي وتفتر وهذه كليتها. فش راح يسوي لك بالشكل مال الكيو ار اس؟ تكون بزار، بما انه هو لوب وده يسوي لك اكسلريشن للالكتريسيتي، فراح يسوي لك تاكي كارديا وانكريز بالريت، واللي تكون ما بين ال 100 الى ال 250. زين حتقول لي اوكي بس الاس اي نود هي ما بيها شيء. اقول لك صحيح، الاس اي نود حيصير بها سبرشن وما ادري شنو من النيرفس سيستم، لان شنو؟ ده يشوف الهارد يشتغل سريع فده يحاول يبطئ، وهو ما يدري هو السبب مو من الاس اي نود. زين، فالبي واي في اما راح تلقاها او ما راح تلقاها. زين، تلقاها بشكل مختلف وهذه الامور، فانت وحظك. بس اكثر شيء اللي راح يكون دوميننت اللي هو شنو؟ البزار شيب مال الكيو ار اس كومبلكس، اللي تكون على بالك شلون واحد ايده تترجف وديرسم. زين، لا تقدر تعرف هل هو كيو، هل هو ار، هل هو اس، مجرد بزار شيب. زين، بس الحلو بي انه يكون سيكنورايزد. شنو؟ ريجولر. يعني هسه اذا تباوع على هذا، زين، تحسه منتظم، صحيح هي شخابيط بس شخابيط منتظمه. زين، فهنا عن طريق هذا الشيء انت راح تعرف انه هذا البيشنت، طبعا مو بس من الاي سي جي، من حاله البيشنت اللي تتباع عليها تعرف انه هو دخل لك فنتريكولار تاكي كارديا. ليش فنتريكولار تاكي كارديا؟ وتقول لي ممكن هو فبريليشن، لان الفبريليشن الهارت يوقف الكونتراكشن مالته، هنا موقف، هنا زين شباب. ها قلت شيء؟ اوكي سمعت صوت على اللي تحكي. زين، فهسه خلينا نكمل الفنتريكولار تاكي كارديا. زين، قلنا الرايت راح يكون هاي. زين، بس منو؟ مال الفنتريكل. تمام، ليش؟ لان اكو لوبينج سيركتس تسوي لك ريسايكلينج للالكتريسيتي. تمام، بي واي ممكن نشوفه ممكن لا، عرفنا ليش؟ الكيو ار اس يكون بزار شيء ويصير بي وايدنينج. ليش يصير بي وايدنينج؟ لان ما يمشي بالسبيشالايز سيل، يمشي بالفنتريكولار سيلز. بس اهم شيء يكون سيكنورايزد، يكون مرتب. زين، لان هو جايك من سيركت مو من مالتيبل فوساي، تروح لك باتجاه الفبريليشن اكثر. زين، بس ابو الفنتريكولار تاكي كارديا ممكن شيء يسوي بي؟ طبعا هذا هسه الحكي كله تلحن اللي سويناه، انه يدخل لك الفنتريكولار فبريليشن. تمام، فاحنا وين سولفنا على الفنتريكولار تاكي كارديا والفنتريكولار فبريليشن؟ سولفنا عليهم بلا ام اي والكورونري ارتري ديزيز، اللي هو باول ساعه شنو اكثر شيء راح يقتلهم؟ فنتريكولار فبريليشن والاسيستولي. وهسه احنا هنسولف عليهم اثنيناتهم. زين، فالريت ايش قلنا؟ قلنا يكون عالي البي ويف، يا اما تشوفها يا اما لا، بس هي على الاغلب تكون اب سكيورد
ورا الـ QRS. الـ QRS تكون وايد وشكلها بزار، زين الكوندكشن يكون abnormal، زين والريذم ممكن يكون normal ممكن لو يكون لا، بس هو على الأغلب يكون regular. زين فهنا أنت إذا تريد تعالج البيشن شو تسوي له؟ وقتها تتذكرون بالcomplications قلنا إذا مشكلة بالفنتريكل تطي شنو؟ تطي synchronized DC الكهربائية منتظمة. ليش؟ على مود ترجع، حتى لو هي هو متخربط حالته مال الفنتريكل ترجع على وضعه الطبيعي. بينما إذا كانت بالأتريا ايش راح تسوي له؟ تطي synchronized DC. ليش؟ لأن هي مخربطة وتضربها في شيء مخربط سالب بسالب عم يطلع لك في شيء عدل. زين؟ هيك حفظوها للسهولة. وهنا أنا البيشنت وقلت لكم هو صحيح راح يكون مقاعد، هو ممكن يغمى عليه رأسا ما يتحمل هذا الشيء، بس البيشنت راح يكون سيمتوماتيك ورابيدلي راح يصير بي ديتورييتنج. فهذا من تشوفه باع بيزار شيب كيو ار اس وايدنينج، البي ويف مدى تشوفها وقريبات واحدة من اللوخ، فهذا فينتريكولار تيكي كارديا. تمام، خش فينتريكولار فيبريليشن عكسه تماما، مو عكسه كلش كلش بس عكسه. هو شلون الريت مالته هنا ما تقدر تحسبه، هناك شنو تقدر تحسب الريت مال فنتريكل. زين وقلنا من 100 الى 250 ممكن اكثر، هنا ما تقدر تحسبه. زين البي ويف هم راح تقدر تشوفه، زين الكيو ار اس ما راح تشوف شيء، كوندكشن اب نورمال، ريذم ما موجود، هنا كل شيء ما موجود. بس ايش راح تلقى؟ راح تلقى هيك فد واحد قاعد يشخبط زين بالورقة مال ECG. زين في هذه إذا تعتبرها ويف فراح شفت تقدر تستعمل المصطلح إنه البيشنت بالECG مالته يكون شنو عنده؟ عنده multiple form بالwaves. ما تقدر تعرف هي اللي هي R لو T لو P لو أي من الwaves اللي كانت. زين بس أكو شغلة لو ختميز لك إياها أنا بالتاكيكارديا، ذاك كان سيمتوماتيك هنا شنو؟ راح يدخل لك بأغماء رأسنا ممكن يموت من الventricular fibrillation اللي يدخل لك للstand still اللي هو شنو اللي هو الاسستولي ممكن يموت. زين فهنا إذا هو بعده بالventricular fibrillation قلنا شنطي synchronized DC، إذا دخل لك بالstand still والاسستولي تبدي له CPR أقصى شيء 45 دقيقة وتظل CPR لحد ما تحصل نبض. زين وتتوخر تجي رأسا بالجهاز تطي الالكتريسيتي، ما شفت ترجع ترجع على CPR مهم، ثم الحد ما تشوف أكو فد إلكتريسيتي صارت يلا تستعمل Synchronized DC. ما تستعمل واحدة مستحيل، ومن ثم تشوف شنو الديزيز اللي سوال هي Underlying Cause وتنقذ حالة البيشنت. زين فهسه الventricular fibrillation ما كوبي، هذا هم ما كوبي. زين ذاك كان بزار شيب وتكون كبيرة، هذا لا تكون small هيك wavy baseline. ذاك البيشنت ممكن يكون صاحي بعدين يغمى عليه، لا هذا رأسا باللحظة أغمى عليه. زين أكو فرق بيناتهم، هناك الريت يكون سريع تقدر تحسبه، هنا لا. زين فأكو فد فروق بيناتهم، عرفنا كل واحد شلون يسوي له زين treatment. فقلنا الريذم مالته يكون irregular curse or fine، يعني أما هذا الwaves تكون fine يا أما راح تكون curse. زين يعني خشنة أو نعمة تكون variable بالشيء مالتها. أهم شيء وين تصير هي؟ تصير وراء الأمعاي. زين فممكن patient يموت من عده. ليش؟ لأنه cardiac output. خوش أحد كان عنده سؤال على ذاك السؤال فينا عنه سواء tachycardia or fibrillation. الحمد لله. زين نجي الموضوع له بالفنتريكل اللي هو الايديو فنتريكولار ريذم. شنو قصده بالايديو فنتريكولار ريذم؟ هنا البيشنت مطفيه عند الاس اي نود ومطفيه عند شنو الاي في نود، ومن ماخذ الشغل ماخذتها البوركينجي سيل، فيكون الريت مالته من 20 الى 40. فرق لي عن اللي عنده اي في بلوك بس الاس اي نود تشتغل. ليش؟ لأن إذا الـ SA نود تشتغل المفروض يكون عندك P waves unrelated للـ QRS، يعني مدى تنتقل لك بسبب موجود الـ AV. بس هنا لا، لا الـ AV دي يشتغل لك ولا الـ SA نود دي يشتغل لك، منو دي يشتغل عندك الـ Purkinje Fibers. فتباع الـ P ما تشوفها موجودة، الـ QRS راح يكون شكلها شوية غريب
بس شنو يكون ريجولار شكلها مش شابه بيناتهم كليتهم ويكون الريذم همينه ريجولار زين بس شنو الفكره من عنده صاير بي وايدنينج يعني هنا البوركينجي فيلز بوركينجي سيلز او فد فوكس تكون لك بالفنتريكل وهو اخذ القياده والزعامه على مود يحافظ عليك انه انت شنو تبقى على قيد الحياه زين فهسه اذا تباوع عليه ما عنده بي ويف بس عنده كيو ار اس والتي ويف صار بها انفيرجن بس تلاحظون انه شكل مالته ريجولار بكليتهم والريت مالته ريجولار يعني الالكتريسيتي اللي تطلع منتظمه زين وتقدر تحسب الريت اللي هي من 20 الى 40 زين فشي كلش بسيط اس انود ما موجوده يعني ماكو بي ويف اي في انود ما موجوده يعني ماكو بي ار انترفال بقيت لك منو قلت لك بالفنتريكل فهيسم لك فقط الكيو ار اس زين فتتذكرون هسه ذكر شغله حكيناها احنا البارحه بالسوبرا فنتريكولار تاكيكارديا شفنا شفنا بي ويف وياها كيو ار اس بي ويف وياها كيو ار اس بس الكيو ار اس ايش بيها ما بيها شيء ولا بيها وايدنينج زين والبي ويف موجوده وواضحه تقدر تشوفها بينما هسه بالفنتريكولار تاكيكارديا ما شفنا البي ويف بس الكيو ار اس صار بيها وايدنينج زين فانتوا دائما خلوا ببالكم اذا تريدون تعرفون الكوز مين جاي باعوا يا جزء صاير بي بروبلم بالبي يعني اس اي نود بي ار اي في نود كيو ار اس يعني مشكله بالفنتريكل زين اس تي سيجمنت والتي ويف همين حلو فهسه نرجع على موضوعنا الايدروفنتريكولار ريدم اللي هو من التيك بليس بوركينجي فايبرز او فيت فوكس هنا تحتاج انت شو تسوي له تسوي له بيس ميكر او البيسينج زين على مو شنو تحافظ على البيشنت من انه يموت لان يجوز على غفله توقف البوركينجي سيلز وتخسر انت البيشنت تحتاج انه تدخليه على بيس ميكر زين فباوع هنا بي ويف ما موجوده زين البي ار انترفال ماكو بس عندك كيو ار اس شكله ريجولار الانترفال ما انت ريجولار والبيشنت قاعد ما بيه شيء زين او ما بي حيل لان الريت مالته كلش قليل من 20 الى 40 كلش قليل زين فلازم انت تدخلي له بيس ميكر طبعا على الجواب مجرد خط عدل واللي كلنا نعرف شنو هذا البيشنت الهارت مالته وقف اللي هو الستاند ستيل او الاي سيستولي اللي احنا نسولف عليه تصير لك ورا منه ورا الفنتريكولار فيبريليشن فنتريكولار تاكيكارديا او ايكوز لاخ وقف عندك الهارت كل شيء ما راح اشوف فقط خط عدل لا P لا Q لا R لا S لا T كل شيء ماكو فرصة راح تعرف إنه البيشنت بأسستولي قلنا من يكون أسستولي وخط عدل شو تسوي قلنا تسوي له CPR لحد ما تبين عدة فت بلس أو شيء يلا تجي بالبيس ميكر زين عمود ترجع للحياة تمام فقلنا الريت ما موجود P wave ما موجود Q R S ما موجود conduction ما موجود rhythm ما موجود وعرفنا شلون نتعامل وياه هنا البيسنج اللي انت راح تعطيه اياه يفضل انه يكون على منه على الاس اي نود زين لان انت تحاول تشغل الهارت كلي انت مش شغل فقط الفنتريكل زين او شو تسوي تعطي له اتروبين تذكرون وين استعمل الاتروبين بالوحده من الكومبليكيشنز اللي مال الام اي قلت لكم من يصير عندك الريذميه سوبرا فنتريكولار ورا الام اي تنطي اتروبين اذا كانت فنتريكولار تنطي ادرينالين زين قلناها وهنا هسه الربط هذا مالتها حلو فانت تسوي له سي بي ار لحد ما ترجع انت البيشنت الى الحياه هنا مجرد خليكم صور تشوفون انه هذا البيشنت عنده فوكس وين موجوده موجوده عنده بالفنتريكل زين فتسوي فايرنج اوكيجنلي مجرد صوره بس تطالع عليها فهنا اعطتك شكل غريب وراها حاولت ترجع وراها اعطتك شكل غريب هذا احكي على الجو اني ومن ثم رجع الهارت استلم الوضع بينما ابو الفوق ايش تشوف عندك؟ تشوف عندك بي ويف بي ويف وراها كيو ار اس بي ويف بي ويف وراها كيو ار اس اذا تعرف هنا عندك موبتس تايب 2 اي في نود بلوك زين فهذا كان كل شيء عن الفنتركل سواء تاكيكارديا تاكي أرذنية أو إيديو فنتريكولار تاكي أرذنية وأدنى شنو بعد الأخير واحدة الستاند ستيل أكو أحد من افتهم شغلة قلتها أو شرحتها بسرعة فشي صعب بيها
اوكي تمام الحمد لله. نيجي لاخر موضوع اليوم زين اللي هو اسهل واحد الاي سي جي ارتيفاكت. شنو الاي سي جي ارتيفاكت؟ اللي يفد اغلاط انت تسويها او عبد الله عبد الله، هاي عيوني بس اللي جوا هاي بالبداية يعني شنو اللي صار؟ انه بعدين رد صار نورمال، يعني هاي حالة شو نسميها؟ هذا عند فوكس موجود عند بال شو يسمونه بالفنتريكل زين، سوى لك فايرنج مرة مرتين وراها رجع زين، فممكن يكون باراكسيزمال فنتريكولار تاكيكارديا، وممكن انه فقط سوى لك فايرنج مرتين وسكت زين. بس هو على اذا تشوفوه هو يشبه منه، يشبه لك السوبرا فنتريكولار تاكيكارديا من يقوم يضرب الفوكس بالاتريا على غفله زين. بس هنا لا بدا اشوفك هو بيشنت مو كونديشن، حاله مرضيه وبيشنت دا يموت لازم تعالجه. صارت عنده مجرد مرتين وواحد لاقوا في هاي الشغله انه صار عنده فوكس بهذا المكان انطاك امبلس، فوكس بهذا المكان انطاك امبلس، وطبعا اكو بيناتهم كيو ار اس نورمال زين، ومن ثم رجع لك للنورمال لان هن سكتن وهدن وما قامن يسوي لك فايرنج. يعني مجرد بس ده اطلع هاي يعني حتى اي موضوع ماكو عليها زين، بس يعني ده اشوفك تمام. اوكي زين. فالاي سي جي ارتيفاكت اللي هو اغلاط انت تسويها او مو انت تسويها، اللي هي شنو هي؟ بيشنت من يخلوه على الاي سي جي المفروض بالاماكن اللي يخلون بيها الليدز، اول شغله الليدز يكون يشتغل، ثاني شغله الليدز المفروض يتشلب زين، ثالث شغله المكان اللي يلزقوه المفروض ما بيه شعر زين، يسوي له شيفينج ويخلوه. ليش؟ لان الشعر هو مو كوندكتر زين، فلازم يسوي له شيفينج. ممكن وش يقول للبيشنت؟ تستراح وما تحرك ولا عضله ونفسك يكون هادي. ليش؟ لان اي مشكله من ذني راح تسوي لك مشكله بالتخطيط. واحد يتنفس سوى لك زيد لك التشست راديوس، فبعد لك الالكترود عن الهارت، فممكن انطاك شكل من الكيو ار اس ورسم لك شكل مختلف عن البقيه النورمال. هاي اذا ما يتنفس بشكل طبيعي. ممكن انه الالكتريسيتي ما توصل زينه، فما يرسم بشكل عدل اذا هو ملازقه زين، اذا اكو مثلا هير بالمنطقه زين، او ممكن انه هو شيفرنج بردان. فهذا الشيفرنج شو يسوي لك؟ المسل شو حيصير بها؟ تولد لك الكتريسيتي. والاي سي جي شغله شنو؟ انه يسوي لك ريكوردنج للالكتريسيتي تمام؟ فاي مشكله بذني راح تسوي لك الاي سي جي ارتيفاكت. فبالنهايه انه الاي سي جي اذا تريد تسوي بي دياجنوسيس زين، لازم انت تاخذها بسرعه. يعني انت ما راح توصل للمرحله الخرافيه اللي بس تباع الاي سي جي راح تعرف، يراد لك ممارسه هوايه زين. فدائما دائما تذكر انه تمشي بالخطوات، تشوف الشيب مال البي ومال الكيو ومال الار ومال الاس ومال التي نورمال لو لا، الامبليتيود مالته، البيريد مالته، البي ار انترفال، الاب نورمال شيبينج، الريثم ريجولار اور ايرجولار، هل كل كيو ار اس من تبع للبي ويف مالته زين. فتسوي اناليسيس بشكل عام زين، يلا تقدر انت توصل للدياجنوستس بشكل صحيح. فهذا اذا انت اتبعته ما راح تغلط ان شاء الله باي سؤال ممكن انه يجيك. اخير شغله اللي هو التريتمنت، جمعت لكم يعني هنا الاسوستيلي ايش قلنا سي بي ار ومن ثم دي سي شوك، وعرفنا هان شنو فنتريكولار فيبريليشن راسا دي سي شوك. اذا دخلك باسوستيلي لا سي بي ار دي سي شوك. اذا كان عندك بالسس فنتريكولار تاكيكارديا، تاكيكارديا وكل السريعه لدرجه انه ما تخلي الهارت يسوي لك كونتراكشن شويه بشكل صحيح او شويه يدفع لك البلد، فهذا الشيء يسوي له ما يحتاج يسوي له سي بي ار لان الالكتريسيتي موجوده، مجرد تعطيه شنو سيكنرايز دي سي على مود تراجع للحياه زين. الثيرد ديجري هارت بلوك هذا لازم بيس ميكر، لان الاتريال واحد والفنتريكولار واحد، فانت تستعمل بيس ميكر على مود انه ترجع للحياه تمام. وشكرا جزيلا على استماعكم وعلى حضوركم، اتمنى انه افتهمتوها وما كان اكو اي شيء صعب بيها. فاكو سؤال اكو فد شيء صعب يحتاج انه اشرح لكم اياه بعد؟ اوكي تمام. عبد الله هو شنو يعني هسه بعد هي هاي خلصت تمام اي يمكن اكو محاضره اضافيه ضايفيها السنه على ما اعتقد دكتور معتز، اللي هي ادفانسد لايف سبورت.
الادفانس لايف سبورت اي على ما اعتقد يعني هي يمكن هيك محاضره مال طوارئ، بس هيك شكلها يعني مو كلش مرتبه وكذا. موجوده كانت عندكم العام؟ لا والله ما كانت موجوده، والله ما اعرف، بس اذا تريد يعني ما ادري، اريد اشوفها وارد لكم خبر عليها، بس ما ادري بهذا الشيء هسه دريت بيه. بس هو مبدئيا خلاص. لا هو مبدئيا خلاص، بس بعد لكم محاضره واحده اللي هي مال بيريفرال ارتيريال ديزيز بالسيرجري، باكر ان شاء الله اصور لكم اياها ونزل لكم اياها. ماشي ماشي تمام. تمام، ف صباح الخير. وانت من الخير حياتي. ها هي شباب، واي واحد بيكم عنده سؤال باي وقت اني ان شاء الله حاضر وما قصر وياكم، واتمنى جدا انه افتهمتوها، لان هو موضوع شوي مزعج وصعب. اوكي تمام، مع السلامه شباب.